وشوشة. في ضوء الظروف اللي موجودة في مصر حرية الصحافة ما نقدرش نقول انها كاملة خالص، ما نقدرش نقارن بين حرية الصحافة في مصر وبين دول كثيرة أوروبية أو غيره أو أمريكا أو أمريكا أو غيره أو الكلام ده. لا، حرية الصحافة في مصر محتاجة دعم شديد جدا، محتاجة قوانين، محتاجة قانون الإعلام الموحد يصدر اللي هو بقاله سنة ونص والحكومة أحالته البرلمان بعد بحثه في مجلس الدولة. يعني احنا محتاجين نظام يدير منظومة الإعلام في مصر. هذا النظام يعتمد على ثلاث أسس رئيسية أو عناصر رئيسية في العالم كله. واحد، ضمان حرية الرأي والتعبير. اثنين، الحفاظ على الأمن القومي المصري. ما أقدرش على الإطلاق أقول إن أنا بستخدم حرية الرأي والتعبير أو حرية الصحافة في الإضرار بالأمن القومي. ثلاثة، وده مهم جدا، الاستقلالية للكيانات سواء المجلس الوطني للإعلام أو هيئة الصحافة أو هيئة التلفزيون اللي هي موجودة في دستور 2014، احنا منتظرين تشكيلها، ضمان استقلاليتها زي ما هو موجود برا لتدير صناعة الإعلام بشكل في نوع من أنواع الحرص على أن صناعة الإعلام في مصر تتطور بدون تقييد الحريات الخاصة بحرية الرأي والتعبير. محتاجين نقابة للإعلاميين أو التلفزيونيين، علشان نقول أن اللي بيشتغلوا في التلفزيون لهم نقابة طالما تخلص نقابة الصحفيين. محتاجين تفعيل قوانين نقابة الصحفيين، محتاجين إعادة اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، محتاجين تحديث لكل حاجة. لكن بعتقد أن البداية بصدور قانون الإعلام الموحد، واتمنى ان هو يكون متوافق مع المشروع اللي حطته لجنة الخمسين المشكلة، ما يكونش اتغير او غيره والكلام ده. اتمنى ان هو يضبط الايقاع وان هو يضمن حرية الرأي والتعبير بدون الاخلال بالامن القومي المصري او الاخلال بسلامة المجتمع نفسه. يعني برا بيسموها الحرية المنضبطة او الحرية المسؤولة وليست حرية مطلقة. يعني مثلا لما استخدم حرية الرأي والتعبير في إحداث فتنة بين المسلمين والمسيحيين، ده ما فيهوش حرية رأي وتعبير. لما استخدم حرية الصحافة في الإضرار بالأمن القومي أو التسليح للجيش المصري أو غيره، ده ما فيهوش حرية رأي وتعبير. ده موجود في العالم كله، فبالتالي في ضوابط محددة يجب أن تحدد. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواتي. www.washwasha.org.